يعطيكم العافية جميعا. بالفيديو السابق حكينا عن المشنج للفلورز وللوولز، عملنا مقارنة بسيطة عن طريقة المش للوولز وشفنا اي الافضل للشغل، عن الجنرال مش كيف نعملها امبورت من الايتابز الجديد بشكل مختصر. راح احط اللينك بالديسكريبشن. بهالفيديو راح احكي عن تحديد اعمل اساين لللودز للشيلز والبيمز. نبدأ بالديد لودز على الفلورز. انا راح ادخلهم تحت اللود باترن ديد سوبر، بخلي الديد العادي للاون ويت. طيب شو بتكون الديد سوبر عندنا؟ الديد لودز للزيادة على الاون ويت راح يكون عندنا فلور فينيشنج، احمال البلاط الردم واي احمال ميتة تقريبا حتكون باتنين كيلو نيوتن للمتر مربع. مفروض ينحسب سمك يعني شقلة البلاط، وينحسب شو وزن الردم المحطوط، وبعدين وزن البلاط ووزن طبقة الكونكريت اللي حتكون تحت البلاط. بس يعني لصعوبة تقدير كم سنتي حيلزم ردم تحت البلاط سميك طبقة الردم، راح تكون بشكل تقديري ومفروض يكون شوي زايد، ومشان تكون بتضم اي احمال زايدة منها متوقع. طيب الوول لودز، في الوول لودز فينا نحطها بطريقتين. في مهندسين بيعرفوا بيم الدايمنشنز تبعتها كتير صغيرة، مثلا سنتي بسنتي او 10 سنتي ب10 سنتي، وبيحملوا عليها وزن الوول للمتر. مثلا بيحسب اذا خفين 10 سنتي او 15 بيحسب وزنه مثلا طن على المتر، بيعرف طن على البيمز النون بيعرف طن على المتر. او في طريقة خاصة بيستعملوا هالطريقة لما يكون السلاب فيها دروب بيمز هي اللي حاملة الوولز، والباقي السلاب يعني نوعها مثلا وان واي او تو واي، تو وايز مثلا سوليد سلاب. بس لسقوفة الهولو بلوك الهوردي سلابز او الفلات سلابز، يعني فينا نحط الوول بأي محل بدنا، بيحمل السلاب العادية ما بتحمل وزن الوول، تعمل ديفليكشن قوي كتير، بيلزمها دروب بيم لتحمل الوول. يعني الوول ما بينحط الا فوق البيم. بس بالهوردي سلاب او بالفلات سلاب بتحمل الوول، او حطيناها بنص السبان مثلا بمنطقة ما فيها تحت دروب بيم بتحمل. حتى يعني الهوردي سلاب بيحمل اذا انحطت على الرب، بس لازم يندرس الرب ويتسلح بهالطريقة، يتسلحوا كل الربز. فنحن فينا نحسب طول الوولز بكل البروجكت بكل الطابق، ونقسم طول الوولز على اللي طلع معنا على مساحة الطابق. مثلا طلع معنا 200 متر وولز بنقسمه على مساحة الطابق، او 2000 متر وولز بنقسمه على مساحة الطابق حسب الورشة شو فيها غرف. ممكن نحنا ما نحسب ضمن هالوولز بس الجدران الخارجية، لأن الجدران الخارجية ممكن يتلبسوا حجر فرح يكونوا أوزانهم تقيلة. ممكن نحنا نعمل بيم نان محل الجدران الخارجية ونعرف عليها على المتر الطول، نشوف شو راح تتلبس نوع حجر، واذا ميكانيكي او مش ميكانيكي. طريقة التلبيس بتفرق لان كمية البطون ورا الحجر راح تختلف. فينا نحسب الجدران الداخلية ونقسمهم على مساحة الشقة، بيطلع معنا الحمل على المتر المربع. انا راح اعتمده هون، بهالورشة ما راح تتلبس حجر، فمضمن الوولز الخارجية والوولز الداخلية 3 كيلو نيوتن على المتر مربع. راح اخد يعني ديد سوبر قيمة 5 كيلو نيوتن على المتر مربع.
نروح على الايتابز. انا عندي كل الصفوف، انا عندي كل سلابز مثل بعضها نفس الطابق، وقلنا انه الطابق الاخير رح صممه بطريقة انه اذا زادوا بالورشة زادت طابق بالمستقبل تكون بتحمل وما تعمل مشاكل، فرح اعرفها مثلها مثل كل الطوابق. نختار اذا كان عندنا مثلا اول 3 طوابق غير الباقيين بيكون عندنا سيميلر، بس هون بهالورشة يعني اذا بنشوف هون هلا هون عنا بس ماستر ستوري واحد والباقيين تابعين لإله، يعني ماستر ستوري هو الستوري 9 والباقيين سيميلر تو ستوري 9. ممكن يكون اول 3 اطواق هن سيميلر لبعضهم، فبنعمل ماستر ستوري غير الموجود معنا ونتبع الطوابق اللي بتشبهه له، فبصير نحن بنختار سيميلر ستوري واي تعديل بتعدلوا على السيميلر ستوريز. بس بهالبروجكت عنا الستوري 9 هو الماستر ستوري، كل الطوابق بتتبعه، ما عنا الا ستوري ماستر ستوري واحد. فاذا اخترنا هون سيميلر او اخترنا اول ستوريز، انا راح اختار اول ستوريز، يعني هي ذاتها. نختار نتأكد تحت انه 9 شيلز، يعني اختار كل الطوابق، نعمل assign shell loads uniform، قلنا dead super load 5 كيلو نيوتن على المتر مربع مع اتجاه الجاذبية. هلا هم ما حتفرق اذا قلنا add او قلنا replace، نعمل apply. بس اذا مثلا رجعنا اخترنا بدنا نمحيه نهائيا، نعمل ديليت راح. اذا بدنا نرجع نضيفه نعمل previous select او بنرجع بنحدد عليها 5، بدي زيد على 5 بدي زيد 2 كيلو نيوتن، نعمل apply صارت 9 previous صارت 7. بدي ارجع اعمل replace ما بدي زيد شي، apply. اوكي بنتأكد 5 كيلو نيوتن على المتر مربع. طيب لللايف لودز بنروح باليو بي سي على التيبل 16A، نشوف بالتيبل 16A بالطوابق السكنية البيزك فلور اريا محطوط 40 بي اس اف، لنحول على الكيلو نيوتن نضرب ب 0.0479. اذا بنشوف 40 ضرب 0.0479 بيطلع تقريبا 2. برجع بختار كل الشيلز 9 شيلز، بحط 2. الريبليس هون ما بتغير بالسوبر ديد، نعمل ابلاي. طيب شو عنا كمان؟ عنا للبلاكين 2.9 جاي من الكود. الكود بيقلك للبلاكين الخارجية 60 60، اذا بنضربها 60 ضرب 0.0479 بيطلع عنا 2.9، فينا نقول تقريبا 3 كيلو نيوتن للمتر مربع. انا عندي بالبروجكت اللي هون عندي بالكون، فينا نقول تقريبا هون اذا بنشوف الاوتوكاد عندي بالكون هون، بالكون بهالمنطقة وبالكون ورا. هلا انا مساحة البلاكين عندي بالنسبة لمساحة الورشة كتير صغيرة فاهملتها انا للسرعة، بس مشان الفيديو اختصرته وما حطيت البلاكين. نحن المفروض لما رسمنا الدي اكس اف مفروض حددنا
كل شيء 2 كيلو نيوتن لحاله، وكل شيء أكتر من 2 غير عن 2 كيلو نيوتن لحاله. مثلا الدرج، أنا حتى الدرج مني رسمه، المفروض مثلا فينا نحن نرسمه كشكل عادي، يعني نسكرها بالمنطقة بدل ما أتركها فراغ، أو أرسمها بطريقة سلوب تكون مثل الدرج وحط عليها الوزن تبعها. وفيني إذا ما رسمتها بالأوتوكاد بالدي إكس إف ودخلتها هون، فيني أرسم هون أريا إذا بنشوف تكون نان، برسمها فيني أحطها هون وبحملها بالوزن اللي بدي إياه. وفيني أنا أرسم بيمز بس كحدد المساحات اللي بدي أقسمها، وبعمل ديفايد للشيل على أساس البيم برجع بحمله. أنا ما راح أعمل هيك هلا، هون قلنا حددنا بنتأكد لللايف لود 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. بضل عندي أوزان الدرج إذا بنشوف 4.8، أنا ما عندي درج فبدي أحمل وزن الدرج، بدي أحمل وزن الدرج على الدروب بيم اللي هون وعلى الشير وول اللي هون، أو بحط بعدين أنا بدي أحط هيدن بيم بهالمنطقة، ففيني أحط أنا هلا بيم نون، فيني أحط بيم نون وحملها على المتر كحل مبدئي. وأنا لأنه حاطط all stories بتكون انرسمت، إذا بنشوف هون 9 فريمز انرسمت بكل طوابق. طيب شو رح حمل، كيف رح اعوض عن الدرج؟ اذا بنشوف هلا هون انا ما بتأثر معي هلا لانه بالايتابز حنصمم بس الشير وولز والكولومز وناخد اللود. انا رسم الدرج على الساب، رح احط فيديو عن طريقة تصميم الدرج ورسم الدرج واخذ الرياكشن من الدرج. انا رسمه هلا على السريع، حافظها تقريبا مثل ما اني كاتب هون، تقريبا تطلع الديد لود 20 كيلو نيوتن، والستيرز اللايف لود تقريبا 10 كيلو نيوتن على المتر مربع. تقريبا الدرج اللي بهالقياسات اللي هي اغلب المباني السكنية عم تكون بحدود هالقياس هيك عم يطلعوا، فانا حافظها. هلا هون مثلتها على الساب على السريع، راح اشوف الرياكشنز. تقريبا راح اختار الشلحة اللي بالنص، شوف منها الرياكشن. هلا نحن عنا هون من هون لهون تقريبا 92 لتلات امتار. اذا بنشوف هون في كومبينيشن للديد، جمع الديد اللي هو الاون ويت لهالسلابز، وفي الديد سوبر اللي هو وزن البلاط. هون ما في ردم، او ردم حيكون كتير خفيف بالدرج. نحن بنكبر اول درجة بقيمة البلاط والردم مشان هون نخفف قد ما فينا من الردم على الدرج. راح يكون بس وزن البلاطة، راح يكون في هون تقريبا 60 سنتي الخفان، وهون من هالجهة وزن الخفان من الدرج من الشلحة للطابق اللي فوقه، يعني احمال خفيفة كخفان. وحيكون في الوزن الديد، يعني هون مثلا اذا كان الديد الوزن الزيتي بس الباطون، هون حيكون نحن رسمينا سلاب عادي، بده يكون في وزن الدرجات، ففوتها بالديد سوبر بحسب مثلا عندي وزن طول الدرج ارتفاعه 15، باخذ المتوسط بين 15 وال في هون 30، برسم على الاوتوكاد وباخذ المتوسط، بشوف شو الوزن الزايد كدرجات عن الشاحط. هلا الشاحط بالسيف حيحسبه لحاله، وزن الدرجات. المهم بشكل عام انا حاطط ديد، حاطط بحدود زيادة عن السيلف ويت بحدود بين 3 لـ 4 كيلو نيوتن على المتر مربع، ووزن اللايف
إذا بنشوف هون اللايف للستيرز 4.8 كيلو نيوتن على المتر المربع، أنا حاططها 5. نشوف بالتيبل 16A بالكود، نرجع على تيبل 16A بالكود، بنشوف ال بنشوف إنه هون بنشوف هون في 100 PSF، يعني بيطلع 4.8 إذا حسبناهم ضربناهم 0.0479. بنشوف هون في رقم 5، بننزل على رقم 5، بنشوف هون في رقم 5، بنشوف هون في الستيرز، فنحن نعتمد على 5 كيلو نيوتن للمتر مربع. كلايف هون محطط 5 كيلو نيوتن بالمتر مربع. رح اخذ تقريبا شرحة من الصينية، اذا بنشوفها تقريبا كله مثل بعضهم طلعوا، الا اول شي لان في هون منه مكمل وقصير اقصر، فشوي في تخربط هون. انا رح اعتمد على الشلحة اللي بالنص. اول شي للديد عنا تقريبا 22 و26.5، اذا بنجمعهم 22 زائد 26.5 بيطلع عنا 48. طوله بحدود 3 امتار، 2.90 متر. يطلع عنا ديد 16.7، وفي عنا هون حيط يعني بيوصل، باختصار بيوصل للعشرين، بحدود العشرين مفروض ينحسب بالضبط. شرح الدرج حيكون بفيديو لحاله. منروح على الايتابز، نختار الدروب بيم 9 فريمز، نختار النان، صاروا 18. ساين فريم لودز ديستريبيوتد مع الجرافيتي، نعمل ريبليس هون ما حتفرق، بنحط ديد سوبر وبنحط 20، نتأكد. طيب نرجع للساب نشوف اللايف. عنا 10.5 و14 تقريبا، قسمة 2.9 تقريبا 8.6، احط انا حدود 10. previous select، نتأكد انه live، apply، منشيك. نكون خلصنا للتحديد loads للشيلز وللبيمز.